تونس برشا كلام على السيارات الفاخره، برشا كلام على السيارات اللي السوم نتاعها يفوق 500 الف دينار ويوصل احيانا الى 1000 دينار. منين تجي السيارات هذه؟ برشا ناس تحكي على سيارات معناتها تجي من مورده من الخارج، والبعض الاخر يتحدث على سيارات محجوزه في الديوانه التونسيه. اليوم تبعنا الخيط كيف ما نقولوا، متواجدين مع اطار ديواني نحكيو على المحجوزات في السيارات الفاخره، رانج روفر يعني ب 700 الف دينار، والا بي ام ب 600 الف دينار، والا انواع اخرى نتاع سيارات معناتها موجوده. واليوم نشوف في عشرات السيارات اللي السوم نتاعها يوصل بعضها الى مليار. هي تعطيني فكره، هما سيارات في المجمل موضوع تحايل، هي تكون مواصفاتها الفنيه طرات عليها تغييرات، ولا وثائقها مدلسه فيها استعمال ومسك مدلس، ولا السيارات مدرجه بالمنظومه نتاع الانتربول، قاعدة بيانات الانتربول، ولا تتعلق بها مخالفات بالانتفاع بامتياز جبائي بدون وجه حق. خلينا نبدا بشوي بشوي. مثلا السياره هذه البي ام اللي ورايا معناتها رباعيه الدفع، شو حكايتها؟ مدرجه بالمنظومه نتاع الانتربول، موضوع سرقه من الخارج، يتم حجزها وتامينها. زوج سيارات هم؟ هما اكثر برشا سيارات يصير فيهم الاعلام بالتحايل وبالسرقه من الخارج، يتم حجزها آليا ويتم ادراج ملفها بمكتب النزاعات. حسب القيمه الديوانيه معناتها السياره هذه بقديش تعمل؟ بقديش سوم؟ السياره في حدود 500 الف دينار. الرانج روفر هذه اللي بجنبنا معناتها في حدود 700 الف دينار. حدود 700 الف دينار. السياره هذه لودي معناتها اللي نشوفوا فيها، هي سياره فاخره في حدود حتى 500 الف دينار. كيفاش دخلت هذه مثلا لتونس؟ هذه دخلت على معبر حدودي وتبين انها مدرجه بقاعده البيانات تاع الانتربول، مسروقه من الخارج. مسروقه من الخارج معناتها الديوان التونسيه تفطنت لها، وكيف كيف معناتها مئات السيارات الفاخره، الناس الكل في تونس تحكي شو مصير السيارات هذه؟ السيارات هذه مصيرها يتم تحرير محضر في الغرض ويتم ايداعه باداره النزاعات ويمشي للمحكمه. وفي مجمل الحالات في السيارات اللي ما ترجعش الأصحاب هم يطالبش مالكيها باسترجاعها، يتم أخذ إذن بالاستصفاء بخصوصها وإحالتها لفئة المصالح العمومية، وذلك دعما لموارد الدولة. خليني ساعة نمشي بشوي بشوي. معناتها سيارة كمان هكا قلت لي مولاها ما يطالبش بها، معناتها قداش لازم يخلص ديوانة باش ينجم يركح لها الوضعية نتاعها القانونية؟ لا، أنت أنا تو نحكوا في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بدون وجه حق. أنه واحد يشري اف سيار ويحول عملة صعبة بطريقة غير قانونية باش يشري السيارة، ويشري اف سيار ويخلص لها الديوانة نتاعها ويخليها ظرف عام اون انسيسيبيليتي، معناها نظام توقيفي، ومن بعد يبيعها في السوق المحلي. هذا شنو العقوبه الديوانيه نتاعها؟ هي فيها اختيه ماليه تبع المخالفه، تتحسب حسب قيمه السياره. هي قيمه السياره 500 الف دينار. هذه هو باب النزاعات، هو اللي يحدد الاسعار حسب برام معتمد، معناها حسب قيمه السياره المدرجه في المنظومه نتاعنا نتاع سند. قلنا السياره اللي ما تتسواش الوضعيه نتاعها تمشي الى الخزينة الدولة، يعني يقع استصفائها وفلوسها تمشي لخزينة الدولة. لا، السيارات اللي ما يصيرش مالكيها ما يقومش بالتتبع وما يسويش الوضعية القانونية نتاعها. قديش الديلي باش يسوي وضعيته؟ هو واجتهاده، اما في المجمل نحن السيارات اللي ما يصيرش تسوية الوضعية القانونية نتاعها نولوا ندرجوها في عمليات البيع ونأمنوا لها فلوسها في خزينة الدولة على ذمة القضية، خاطر هي السيارة في كل حالات هي بضاعة قابلة للتلف، جيس حفاظا على حقوق العباد وحقوق الأشخاص وحقوق الدولة في الواحد. أما بالنسبة للسيارات اللي هي الوضعية المواصفات الفنية طرت عليها تدليس، هي لا يمكن بيعها، نأخذ فيها إذن بالاستصفاء من المحكمة ونحيلوها لفئة المصالح العمومية.
لفائده المصالح العموميه زاد كيف كيف، معناتها هاكم تشوفوا فما عدد كبير نتاع درجات، معناتها من الحجم الكبير الدرجات هذه، معناتها شنو مصيرها زاد كيفاش تعملوا لها؟ هي درجات ناريه موجوده في الطريق معناها في البلاد، وكلها مجملها ما يمسكش مالكيها وثائق تثبت شرعيه مسكه، ما فيهاش كارت غريز، ما فيهاش ولا مواصفاتها الفنيه يصير عليها معناها تلف، ونقوموا باستصفائها ونحيلوها في المجمل المصالح الامنيه. برشا مواطنين يتسائلوا، الديوان التونسيه كل مره تعمل بته عموميه مفتوحه للعموم لشراء السيارات، سيارات يعني موجوده على ذمه الديوان ويقع بيعها. انا كمواطن بسيط معناتها نحب نشري سياره من الديوان، كيفاش نجم نتبع، كيفاش نجم نعرف شنية الطرق القانونيه اللي نعتمدها باش نجم نشري سياره كيف اي مواطن؟ سهل ياسر، الديوان التونسيه عملت منظومه معلوماتيه دوان.تي.ان موجوده على الانترنت، فيها البتات العمومية اللي موجودة في الجمهورية في مكاتب الديوان في الجمهورية التونسية، يتم نشرها في الـ في الـ في الانترنت، وبالتوازي سيصير نشرها في الجرائد حسب القوانين والاجراءات المعمول بها في البتات العمومية. يعني اعلام للعموم، فماش كل الواحد يبيع كما نقولوا احنا تحت الطاولة والا اون كاشيت والا بالمحابات والحكايات هذيك. اعلام للعموم وتنشر في الجرائد وفي الانترنت، وحتى فتح الظروف سنتراليزي في الإدارة العامة للديوان. يعني أنا نجي نحط ظرف نقترح سوم للسيارة، ومن بعد إذا كان رسيت علي وعطيت أنا السوم الأفضل أنا نشريه، يتم الاتصال به في التبتيت، بعد ما التبتيت يصير في إطار لجنة معنية تشرف عليها الإدارة العامة للديوان، يصير التبتيت، نعم المسيد يجي يخلص في سيارته. هذه مفتوحه للعموم، مفتوحه للعموم وبكل شفافيه وترانسبرونس. سامحني، انت اطار في الديوانه والناس كلها تتسائل، يقول لك مصير المحجوز اللي موجود عند الديوانه وين يقع التفريط فيه، وين يمشي؟ يعني مثلا مواد غذائيه فين تمشي، دبش فين يمشي، اللي ما يتباعش وين يمشي، يا اخي يتفرق من تحت لتحت، يمشي الجمعيات، كيفاش يصير معناتها التصرف فيه؟ باهي، في المجمل التصرف المحجوزات حسب طبيعه المحجوز تكون على اساس منسق وفي اجراءات قانونيه تنظمه. نعطيك مثال، مثلا الملابس الجاهزه في المجمل الحامله العلامات التجاريه مقلده لا يمكن ترويجها في السوق المحليه، ناخذ فيها اذن للاستصفاء من طرف المحكمه ونحيلوها لفئات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. يعني ذوي الفئات الخاصة هما اللي ياخذوا، معناتها هو يتكفل المحتاجين هذوك، وهو يتكفل معناها بالتفريط فيها مع وزارة الشؤون الاجتماعية. السيارة الفاخرة تحدثنا عليها نحيلوها للمصالح العمومية، المواد الغذائية بعد ما نقوم بالإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة يا يصير البيع نتاعها ولا إحالتها كيف للمصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. برشا ساعة ساعة راهو معناتها سيارة ديوانية مضخمة برشا في الطريق، ولا سيارة أمنية مضخمة برشا في الطريق، معناتها هذيك مصدرها الديوانة، ويقع تسويت وضعيتها القانونية ثم إدخالها للأسطول متاع العمل. هم السيارات اللي فاخرة اللي فيها مواصفات فنية مدلسة ولا اللي وثائقها معناها غير صحيحة والمعلن عن سرقتها وما تمش تسويت وضعيتها قانونيا، يتم استصدار اذون بالاستصفاء لفائده الدوله ويتم احالتها لفائده الدوله والمصالح العموميه.